قل يا عاشقين النبي حب النبي ديني النبي قل لي مين زي يوم القيامة تقولي المصطفى ضميني وحد رب العالمين وصلوا على النبي الامين هيكون شفع وهيبقى ضمين يوم القيامه لكل الناس اللي اصطفى رب وقلب هيشفعك في الكون كله نبي لا بعده ولا قبله هو اللي دينه دين حساس أتانا بالقرآن حجة علشان ما يبقالناش حجة يهدي العقول المعجة وكلنا دستور وأساس لما صدر نور الإسلام في الدنيا عم بغسلام والدين حضرنا الاسلام الى الطوائف والاجناس اسمع وشوف فعل الدنيا في قصة عن سامي وسامية اسمع وشوف فعل الدنيا في قصة عن سامي وسامية أسوم عذاب وقاسي والظهر ما بيرحمش الناس من سور سام إلا الظلموا حتى الأيام لم رحموا وماتت أمه هي أبو والناس على الدنيا أنفاس لجأ إلى خلو عمه لا نصب خلو على سابوا لبيت ولا مراس فتح عيونه على الدنيا ملقاش حبايب في الدنيا وفين يلاقي الحنية وابوه وامه راحوا خلاص وحي وتركوه طفل لا يفقه شيء فبعد ما كبر سابوه لعمامه واخوانه كانوا ناس ظلمة على ما كبر سامي لقى نفسه ملوش اي شيء نهبوا مراسه وبيته وقاموا طردينه في الشوارع فالعهد ده لا فيه ملجأ يتربى فيه ولا حد من قيران البرادي يسأل عليه فمش اليتيم وهو يبكي والدموع تسيل على خديه مش الولد في الشوارع مين اللي راح يقوي في عهد ما في الملاجئ ما حد راح يحمي حايل مغر ربنا
هو اللي بيراعيه. دخل عليك المسا وغلب عليك النوم، والارض كانت فرشته وكان السما مغطيه. الولد في الشوارع مين اللي راح يقويه في عهد ما فيه ملاجئ ولا عين راح يحميه؟ حايل حايل مجرى ربنا جوه اللي سبحانه وتعالى. غلب عليه دخل عليه المسا وغلب عليه النوم، والارض كانت فرشته وكان السما مغطيه. الليل دخل والدنيا ظلام، والطفل جنب الحيط وعلى وربنا سهران ما ينام، والليل كل الخلق يبان كان الولد نايم نعسان في جنب بيت كان فيه سكان. البيت ده صاحبه اسمه عرفان، خير ومن خيار الناس. لما الصباح اقبل بالنور، كلهم همة وحماس، عرفان صحى صوت التكبير وحس النوم من عينه يطير. عرفان صحى صوت التكبير وحس النوم من عينه يطير. فتح الشباك لقى طفل صغير نايم وغرقان في النعاس. وحي دخل بلد من البلاد بالليل، والدنيا برد جدا، وجه جنب بيت وراح جاي جنب الجدار كده ونايم. شاءت الظروف وصاحب البيت ده راجل من الناس الصالحين اللي كان بيصلي الوقت بوقته. دلوقتي الواحد بيلاحظ في شهر رمضان بنلاقي المسلمين بتهتم بالصلاة قوي،
وبعد ما يخلص رمضان نقوم واخدين اجازه مفتوحه 11 شهر. نبقى اما يجي رمضان نبقى نصلي. فالشيخ عرفان قام صلى الفجر، وبعد ما ختم الصلاه متعود الصبح كده يقرا جزئين من القران الكريم، فبيفتح الشباك فلمح بعينيه طفل نايم جنب الحيطه والجو برد قوي. سبحانك يا رب، بتبعت البرد على قد الغطا. نزل جري الشيخ عرفان من البيت، راح للواد المسكين اللي نايم. الشيخ عرفان جه جنبه، انت يا ولد يا حبيبي يا ليلي. صعب عليك الولد قام راح له بيصحي، فتح عيونه وكان الحزن مال عني. فقال له قل لي يا حبيبي نايم هنا كده ليه كده ليه؟ تايه من امك وابوك، تايه من امك وابوك. قال له الولد ابدا اللي ابوه وامه ماتوا ما يدورش حد عليه. لما رأى في دي الحالة وكان أدى جرى
رحمة وإحساس مسخ قده من التراب كانت الهدوم عليه أهدى أخذ الولد وفتح له الباب وقال له ادخل يا ابن الناس حمه ولبسه لبس جديد حمه ولبسه لبس جديد فرح الولد بقى يومها سعيد وزوجته بقت تقوله تعيد حشله في عينيا وعلى الراس سألهم ويقالهم اسمك ايه قال اسمي سامي قالوا اليه سألهم ويقالوا اسمك ايه قال اسمي سامي قالوا اليه ده اسم بنتنا حيضاهي سامي وسامي يا ولادنا خلاص وحي اتفضل يا ابني خدوا من ايديه ودخلوا البيت وزوجته كانت نايمة انت يا مدام يا دومة اصحي تصحبة الولية لقت عيل غريب قوم بسرعة شط فيه وهاتله افطر ولبسيه ملابس كويسة حاضر كان زمان الراجل بيقدر ينفذ كلامه على الست بتاعته دلوقتي الواحد منكم ما يقدرش يخالف لو خلفها تقول له اركني منك وهات له الرخص يا معلم مش ممكن فالولية راحت مشطفة الولد وكان يتيم لكن شكله جميل ف بتقول له اسمك ايه يا شاطر قال لها اسمي سامي يا ستي فبصت له كده وضحكت قال لها تضحكي علي عشان يتيم ولا شكلي وحش ولا اسمي مش عاجبك قالت له يتيم حضرة النبي يا سامي اتولد يتيم وبعدين اسمك حلو انا بضحك لسبب ربنا ما رزقنيش في الدنيا دي كلها الا بنت واحدة واسمها سامية فانا هعتبر اني انا خلفت سامي وسامي بس الجدع بقى يا واد اللي يحافظ على الأمانة وبصت له كده وقالت له يا سلام شوف يا شيخ عرفان شوف عيون الولد شوف رمش عينيه رمش الغزال يا انا ميله يساق انا رمش الغزال يا انا ميله يساق انا خدنا على اخوان محدش يلعب في الهرن يا جماعة اللي فوق عشان نفصله خلوه زي ما كان صلى على الرسول سامي نشأ معاهم في غاية من الأدب والكرم نشأ الولد أحسن أخلاق وكلامه كان عذب وترياق وجماله سبحان الخلاق جمال طبيعي صنع الله
سامية يفوق الحد وقدهم الاتنين مياس. ولما كبروا سامي وسامي وعرفوا ايه سر الدنيا ولما كبروا سامي وسامي وعرفوا ايه سر الدنيا شربوا كاسات الحنية وحسوا بالحب الحساس وحطيت باللب يطلع من هنا. كبر سامي وكبرت سامية وسامية حبت سامي لأدبه ولاستقامته وسامي محب بس مش قادر يبوح. هي تنتظر منه إشارة الوقت تقيل قوي فخلته قاعد في ليلة كده لوحده وجت قاعدة جنبه وباحت باللي في قلبه. ممكن اوصل لك لو حتى بيها امي قالت ليه ما تعذبنيش وقول بحبك ما تخبيش. قالت ليه ما تعذبنيش وقول بحبك ما تخبيش. سيبك من الحب الوسواس فقلب حبك والوعد العين ما تعلاش على حاجة. قلب حبك والوعد العين ما تعلاش على حاجة. خايف من ابوك وبحاسب لا يجي في يوم حبنا ينداس. ولما ابوك يدرى ازاي يا سامية هجاوبه ازاي. ولما ابوك يدرى ازاي يا سامية هجاوبه ازاي. هيكون جزائي يشوف ازاي هيطردني من البيت وخلاص. ابوك 100% استكترك برضو علي. ابوك 100% يستكترك برضو عليا ويقول لي ويجرح فيا وانا خدايا دم واحساس وحيد. ايه يا سامي انت بتكرهني؟ الله اكرهك ازاي؟ بحبك قوي بس العلم ما تعلاش عن الحاجة. ابوك راجل غني وجابني من الشارع فلازم يشوف لك حاجه تليق بكرامتك. لكن انا لو على حد لو ابويا عايش او ام عايشه وعندي قراطين الحقيقه كنت قدرت اقول له ان انا بحب بنتك شويه والباب يخبط. مين؟ افتح يا سامي ده انا بابا. عن اذنك احسن بابا جه اما تفتح الباب. ودخل الراجل
وقف سامي لوحده والآخر حبيبي جنبي ومحروم منه وقال لي أبقى إنسان وحقي في الحياة مهضوم حتى اللي بيحبني أنا منها ومحروم زي ما هو ليه ليه يا هو حتى اللي بيحبني انا من هواك محروم قاعد معايا وبعده بين سما يا حبيبي فنادى على الولد خد عاد يا سامي قال له نعم نعم يا بابا قال له بابا وانت عملت حساب لبابا ولا الماما قال له في ايه يا بابا ايه اللي حصل قال له انت انسان خاين وحش قال له انا عملت ايه يا بابا سرقت حاجه قال له كان اشرف
حد قال لحضرتك ان انا بحب واحدة بره؟ قال لي وريتك حبيت واحدة كنت جوزتها لك. اللي حضرتك بتشغل سامية؟ قال له انا مظلوم يا بابا. قال له ايه اللي يثبت لي ان انت مظلوم؟ قال له الايام. القاضي بيحكم على الواحد بالاعدام والانسان بيستانف ومقبل. ما يصحش ابدا تحكم عليا بالاعدام من اول جلسه. اذا لقيتني في يوم من الايام بكلم بنتك كلمه خارجه او براعيها بعين وحشه انا اللي بحكم على نفسي. انام على الارض وتجيب السيف وتقطع رقبتي. وبكى سامي لانه شريف وقال له عمري ما فكر في اللي مش ليا ولا عمر اخونك ويمشي اشي الظنون فيا. كل شيء عني ساعتها تبقى تأمني وتوثق دائما فيا. قال له عمري ما بص لفوق وليه اجيب لي شوق على شوق. وليه اجيب لي شوق على شوق وليه انا ابقى محقوق لما الهوى يشيل الكاس ازاي يكون قدامي وقت والشوق مانعني عن الورد ازاي يكون قدامي وقت والشوق مانعني عن الورد وحريم ما بص الى الورد ولا من عبر اخد انفاس ولما سامع عفرت فيه قعدت تقول له كلام غريب تستعطف وتتوسل بيه وابوها كان سامع الاحداث سمع لسامي وهو بقول خلينا اخوات سوا على طول هطلع في حبك مش معقول ده انا ليا ناس وانت لك ناس وحد. سامي لما طلع بريء الراجل مسك بنته عذبها فقال يا طول ما انت موجود هنا الراجل ده مش هيبطل شك في بنته. الليله دي بعد ما يناموا خد بعضك وتوكل على الله والراجل ده يشكر انه رباك لما بقيت راجل. لكن قبل ما يمشي بص لساميه وقال عذاب حبيبي امامي اصعب من طلع روحي ازاي اسيبه في عذاب ولا فذغ روح. اصعب من طول روحي ازاي اسيبه فعزاك وعلى على فدى روحي
الظلم ده مرضاه لنفسي ولا الروح. احسن طريقة اسيب البيت انا وارحل وضحي حبي فواه وافدي افدي روحنا لروحي. سمعت كلامها واتأكد ابوها عرفان واتنكد. لا سامع انا كان بلد وبنته كانت هي الاساس. عرفان بدا ينصح بنته لما غلط عذب بنته وكل يوم يضرب بنته تقول بحبه بحبه خلاص بقى سامي قلبه يتقطع لما يشوف ولا يسمع عذاب حبيبته بتوجع لكن قدر على نفسه ده اسمع شباب يتقل مجروح قوي ولا بيتظلم بيحبها ولا بيتكلم وحبه كان لحب الناس فلما شاف حبي بيجي وهو حبه إليه شدي وابوه قاسي قوي ويعني فقال لابد اشوفني خلاص امري الى الله ده انا همشي واللي على جبيني راح يمشي امري الى الله ده انا همشي واللي على جبيني راح يمشي ومدام الناس ما بترحمش والمسكين دايما يندس وحي خرج سامي بالليل هما نايمين ومش لاقي له حد يعينه وحداني هو ماشي في الضلمه كده بكى على نفسه وقال ايه بيقول يا عيني علي اقضي العمر وحداني عيش مغذب ويا ميقاسي ويا هاني ما حد يحسب حسابه وهو مش جاني ليه ليه بس نحنا اتخلقنا كلنا من طين اما الغنى والمتاع الدنيا دي فاني Thank you.
حد يحسب حسابه جوا مش جاري. ليه 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 بس دخلت خلقنا كلنا بنتي اشوف حبيبي بعد غياب يا ربي يا مجمع الاحباب اشوف حبيبي بعد غياب وانا على عهد الاحباب هكون امن ده انا ليا اساس ربنا تقبل منه دعاءه اللي صبر منه وعبى المطلوب منه على رزقه يشعب كل حماس وحي. كان ماشي لما وصل عند رجل فك هالك السلام عليكم يا عم. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له انا عاوز اشتغل عندك ولو صبي اكل وكسيني بس يا حبيب. قال له ماشي يا ابن انت اسمك يا الاسم سامي ماليش اب ولا ام لوجه الله يا عم تاخد بك. قال له او يا ابنك. الراجل دخل سامي دخل عند الراجل كأن الخير كله دخل عليه حبه. مرت سنة ربنا فتح على سامي وعمل له دكانة كده على قده. بعد ما مر 3-4 سنوات باب السعادة فتح له وبقى غني. بنى فيلا بوستان جميل ولبس الحرير بعد الخيش ورفع ايديه الى السماء وقال لي يا رب ناقصنا حاجة واحدة بس في الدنيا حبيبتي. بعد ما لبس الحرير ركب جواد وراح على بيت عرفانه وخبط على الباب. مين؟ قال له واحد ضيف يا ست اللي جوه. قالت فتح له الباب فلقاها واحدة عجوز كده مش هي. الله عاوز مين يا بيه؟ قال لا عاوز عم عرفان. قال له روح الضيف عاوزك. قالت له عرفان ده مين يا استاذ؟ قال لها ابو سامي وانا غلطان عن البيت ولا ايه؟ قالت له لا ده بيته بس كفيك الشر بيه ظلم واد يتيم اسمه سامي واستكتر عليه بنته ساميه فلما سامي هرب بالليل كانه خد الخير كله معاه. الراجل بعد ما كان بيصلي ترك الصلاة شرب الخمر مشي مشي بطال لما شطب على كل شيء وما نعرفش حتى عايش ولا مات. وقف سامي قال له يا رب يا ما اكلت عيش وملح في المكان ده نفسي ارد الجبين للراجل اللي رباني. وبكى على نفسه وقال على رأي المثل على ما اجي افرح ما لقيليش مطرح. على عتبة باب بيت عرفان وقال لي يا زماني كده دايما تعاكسني
يمشي في البيت مشي في البلاد. يا رب اجبر بخاطره عليهم يا رب. كل ما يمشي ما يلاقيهمش. فقال له يا رب انا هروحهم كانوا عايشين، بقدرتك وعظمتك تبعتهم للسرعة. نرجع لعرفان ولسامية صباحهم في يوم الصبحي، لقوا سامي مشي في الفجري. لما لقى حبه بينداس، لما ابو سامي احتقره وعاد عاول قوي بنظره، واللي ظلم ربنا ظلمه والظلم لم يرضى لينا. بكت عشانه سامية كتير، عملت يابا ذنب كبير، ولي حبيبي بتسيب يسير ما مسي شرفي اي مساس. ان كنت بتعمل كده علشان انا فاكرك وانسى ابدا، احب ولن انسى. لما اموت واروح الاقدس واخرب. كانوا ماشيين ايام وليالي، لما وصلوا عند الفيلا اللي ساكن فيها سامي بالليل، قال لها يا سلام يا سامي، شوف الناس اللي قاعدين في الفيلا واحنا نايمين في الشارع. قالت له يا بابا الافتراء وحش، الواحد ما يصحش يامن للدنيا ابدا، لو انت جوزتني للواد اليتيم ما كانش ده حصل. قوم خبط لنا على البيت ده يمكن يحن علينا برغيفين عيش ولا حاجه. قال لها ده باين عليه بيه. هاي قوي خبط ازاي دلوقتي؟ زمانه نايم مرتاح اسموري للصبح بقى. فانا كل ما اقول لك انا جعانه تقول لي اسموري. وبكت سامية وقالت منين اجيب صبري اصبر بغالى حالي، الصبر مني انتجى خالص وساء حالي. سألت من شيخ وعالم وقلت احكيلي على حالي، سند الكتاب من يمينه والتفت قال لي اصبر تنول الرضا والسعد طوالي. شوف النوع هيكون ازاي بقى. يا سلام سامي، الراجل معوده من الصغر انه يقرا القران الكريم. ففي هذه الليله قام سامي صلى الفجر ورجع وقعد ماسك المصحف وبيتلو في القران الكريم، وبينظر بعينيه فلقى ثلاثه نايمين. فكروه بايام زمان. فقال له يا رب انا كنت ببحث على اتنين حريم وراجل، اما لو يكونوا هما. ونزل جري، الراجل نايم نعسان. ومراته نايمه وساميه نايمه بس بحلق عليها كده. فسامي بص لها كده وقال لها تعالي. قامت قايمه كده، تعالي يا سامي. قامت راحت تبص في وشه. الله سامي. قال لها بس ما تزعقيش، سيب ابوك ينام شويه وتعالي اما نتمشى في الجنينه. قالت له جنينه ايه؟ لان الفيلا دي بتاعتك. قال لها ماليش ملك عندكم. الله، وبقيت في العز ده اتجوزت؟ قال لها انا ده لو واحد غيرك كان مشيني. قال لها شرط ما تقوليش لابوك ان انا سامي دلوقتي. قالت له ليه؟ ما نقولوا له بقى خلي المأذون يجي وننتهي وخلاص. من يومك وانت تقيل لما هتضيع عمرنا هدر. انت يا عم، انت يا ستة اللي نايمة، اصحي يا ست الحاج. سيبنا يا عم نايمين تعبانين. قالوا اتفضل عندي يا عم اكلك واكسيك وابسطك. سامية تعرفيه يا سامي؟ قالت له ولا شفته يا بابا، جايز عشان كرمنا سامي زمان يمكن ربنا يكرمني. ودخلوا
يعطيه الطعام. الملابس الحلوة اللي بيلبس منها سامي يلبسها. فهو بياكل كده بيقول لي يا عم عرفان، انت كنت فقير من الصغر ولا الفقر ده موديل جديد؟ قال له عشان ظلمت واد يتيم به اسمه سامي. الواد ده زي ما تقول خرج وخد الخير كله معاه، الله يرحمه كان مات وصبحه بالخير ان كان عايش. قال له ليه؟ قال له طلب بنت ساميه وبعد ما جبت ربيته في الشارع من الشارع استكترت ازاي ابقى راجل غني واجوز بنت الواد فقير زي ده. فربنا اديبني قوي. وبكى الراجل قال له تبكي ليه يا عم عرفان؟ قال له انا كنت فاكر بان الدنيا حتدملي وكنت بمشي وكل الناس بتقومني طموحي خالص على الدنيا وزاد املي ولما راحت في غمضة عين رجعت اقول الدنيا دامت لمين لما حد وجايب لكن ظلمت يا تيم مسكين
غلطة واحدة جرت مني ضاع الجميل كله مني وديني زي ما انت شايفني مدت ايديا لكل الناس قال له سامي ولا يهمك قال له سامي ولا يهمك لازم جميلك هيعود لك اسمع كلامي ولا يهمك زيح الهموم وسبات من اليأس واخر يومين ثلاثة أربعة وقال له عن إذنك يا بيه تشكر قوي قال له عن إذنك إيه ما تمشيش قال له ليه قال له الجنينة دي تعجبك والأوضة اللي فيها قال له ليه قال له تسقيها وتوضبها كويس وتشتغل عندي بالشهر سامي قالت له لسه فيه شغل شهر قال لها لا بس اسكت بقى شوف أبوك هيرد يقول ايه قال له يا بيه والله أنا لما أشتغل في الزلط حتى أحسن مشحت أشكر يا بيه يعني موافق إن أنت تشتغل قال له أيوه هلكت سامي عشانك الدنيا أيام أيام يوم غالب ويوم مغلوب وإن حاشبت ابن عالم تلاقي كله عيوب والخير والشر ديك مخصوب وديك مخصوب يعطيك كل حاجة ويرد لجمله بحاجة أصل الجميل عمره ما يقبل قطع فلوس من غير حزة وأكل وكسوة وعيا شراب عرفان باوي في استغراب قال له قول لي يا ابن الناس وصحي صلى على الرسول انه يشتغل مش موافق سامي انه يشتغل قال له قولي لي يا سامي انا قلبي حاسس ان البيت ده يعرفني قالت له اسمع قول له ما كنتش هتقول لي بتكرمني كده ليه حاسب لك البيت ورش هو جايز يقول لك على اسمه يا بيه قال له لا قال له انت تشكر قوي بعد ما قلت لي هشغلك ما شغلتنيش مال كتير كسوه عظيمه بتكرمني كده ليه انت تعرفني ما قلتليش انت مين انا همشي واسيب البيت دخل سامي قلع الملابس بتاعته ولبس الجلابيه اللي كان شايلها له اركان زمان وقال له اديني حاجه لله قال له قال انت روح انا معايا حاجه ده انا زيك بس باجازه استنى لما يجي الراجل صاحب الفيلا يعطيك قال له تامل في وشي قوي يا عم عرفان شوفني انا مين سامي قال له سامي هتجوز ده سامي قال يا خبر ابيض لكن انت سامي من فاتة ومش عاوز تقول لي بتشاورني لسه ان انت تتجوز سامية سامي وسامية خدوا بعض بالاحضان وسامي قال لي سامية بحبك قالت له قولها كمان يا رب فرح وهني زينا الخلان يا رب منه حبيب ما تحرموش منه وكانت معايا عظيمة وكل شيء بأوان حبيبي يا خلق يا بدان
والسادة كل عام وأنتم بخير، وبهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.